بريس، كابوس مسيرات الجيش الأوكراني. واضح إن الجيش الروسي لقى سلاح جديد يقدر يواجه به مسيرات أوكرانيا. ولما تتعمق في القراءة عن السلاح الروسي المضاد تلاقي إنه مش روسي لكنه شيشاني. خلونا نفسر الموضوع شوية. في مجموعة شيشانية من قوات أخمات متخصصة في مواجهة المسيرات الأوكرانية. المجموعة دي قائدها له اسم حركي وهو بريس، وقدر مع مجموعته يعترضوا وينزلوا مسيرة أوكرانية من طراز مامونت في مقاطعة كورسك. وظهر القائد بريس في فيديو وهو بيفكك المسيرة الأوكرانية في رسالة واضحة إن هو ومجموعته هيكونوا كابوس المسيرات الأوكرانية في الفترة اللي جاية. مجموعة القائد بريس في الشيشانية جذبت طبعا انتباه رواد منصة اكس وبدأت التعليقات الكتيرة عليها. خلينا نبدأ مع أول تعليق من حساب باسم صالح. صالح كتب وقال: على حسب علمي إنهم بيقطعوا الاتصال بين المسيرة والمشغل، وفي الحالة دي بتكون المسيرة سهل اصطيادها. تحليل عسكري وميداني من صالح. إنما يوسف كتب كمان: ممكن من تحليل وتفكيك المسيرة الأوكرانية يوصلوا لشفرة الاتصال مع برج المراقبة الأوكراني. تحليل اللي بيبقى موجود دايما على الحرب الأوكرانية دايما بيبقى فيه جزء كبير منه عسكري. أستر كتب وقال: الشيشان مقاتلين متمرسين في القتال البري، لكن تكون عقليتهم التكنولوجيا بالتفوق ده جديد عليا.